صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين، ثاني يوم من هذا الأسبوع. إن شاء الله يكون يوم الأحد اللي بديتوا فيه الأسبوع كان يوم جميل ويوم إيجابي، وإن شاء الله كل أيام الأسبوع تكون أيام جميلة وإيجابية نخدم فيها الوطن ونحقق فيه طموحاتنا وآمالنا وآمال شيوخنا وطموحاتهم، لنجعل بلدنا بلد الإمارات بلد أجمل أكثر تطور وأفضل عالميا. هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة، يطلع عليكم من بلدكم الإمارات ومن دبي تحديدا، واللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طبعا برنامج صحة وسعادة يطلع عليكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:10 تقريبا إلى الساعة جرب الساعة 11، نطرح فيه كافة المواضيع الصحية اللي تهمكم، بالإضافة لخدمات هيئة الصحة، ما هو جديد هيئة الصحة، بعض أخبار السوشيال ميديا وبعض الأخبار العالمية اللي تهمكم في مجال الصحة. مثل ما تعودتوا برامج صحة وسعادة يكون فيه أكثر من فقرة، وقبل ما أقولكم عن فقرات البرنامج، هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، إن شاء الله بنكون مع بعض تقريبا ساعة الهوى. إذا عندكم أي اقتراح، أي موضوع حابين نطرحه، حابين تدخلوا مع أي من الضيوف المميزين اللي دائما يكونوا عندنا في صحة وسعادة، ممكن تتواصلوا معنا على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. مثل ما تعودتوا دائما أن الفقرات المتنوعة اللي موجودة في صحة وسعادة بيكون عندنا فقرة عن اليوم العالمي للأشعة التداخلية، بنتكلم عن هذا اليوم وخدمات هيئة الصحة في مجال الأشعة، وفقرة التغذية بنتكلم عن موضوع يهم الجميع، موضوع فوائد الشاي الأخضر، وهل فعلا الشاي الأخضر يهضم كل ما نأكله يساعدنا نكون ضعاف أو هاي مجرد إشاعة؟ هذا بيكون إن شاء الله مع خبيرة مع أخصائية التغذية. قبل كل هذا عندنا الخبر المحلي والخبر العالمي. الخبر شو يقول؟ يقول الوحدة تهدد قلب الرجال. أشارت دراسة أمريكية إلى أن الرجل الذي لا يحظى بعلاقات وثيقة مع الأصدقاء وأفراد أسرته يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. أوضحت أن الدراسة أن الرجل الانعزالي لديه مؤشرات في الدم على وجود التهابات تشير إلى ارتفاع معدل 4 مواد، منها مادة الانترلوكين 6. مادة الانترلوكين 6 أحد المواد التي تفرز في حالة الالتهابات، فوجود هذه المادة في الدم والشخص ما يكون مريض فقط لأنه وحيد أو انعزالي، هذا يعتبر مؤشر مؤشرات الخطيرة. أظهرت الدراسة التي شملت 3267 من الرجال والنساء مختلف أنحاء الولايات المتحدة، متوسط أعمارهم كان 62 عاما. هم ليش اختاروا طبعا هالعمر؟ لأن بالعادة احنا في مرحلة المراهقة بداية الشباب دائما يكون عندنا يعني أصدقاء ومجموعات صداقة ودراسة وزملاء في العمل، لكن بالعادة من الشخص يبدأ يعني يكون جريب للتقاعد، أو يعني كل ما يكبر في السن تلاحظوا مثلا ربعه ممكن يتقاعدون ينعزلون ينتقلون مكان ثاني، فيستوي الشخص هني وحيد. فهذا معدل العمر اللي هم سووا عليه الدراسة. شو أظهرت الدراسة؟ أظهرت أنه لا يوجد خلاف بين المرأة التي تعاني العزلة وتلك التي لها أنشطة اجتماعية من حيث انعكاس ذلك على قلبها، يعني حرمة قوية سواء كانت روحها أو خلال مجموعة قلبها قوي ما شاء الله. يقول إيريك لوكس من جامعة هارفارد في بوسطن اللي مشارك بعد كان في الدراسة هاي، إن تحليلاتنا تشير أنه من الأفضل للقلب أن يكون الإنسان اجتماعيا وأن يكون له علاقة وثيقة بأسرته وعائلته وأن يكون له صلاة بمؤسسات اجتماعية ودينية وأن يكون له شريك في الحياة. تقول كاثي روس من مؤسسة القلب البريطانية أن نتائج هذه الدراسة تؤيد نتائج دراسات سابقة أشارت إلى أن الشخص الانعزالي يكون أكثر ميلا للتدخين وأقل نشاطا، وهذا العاملين شو يسوون؟ يزيدون خطر الإصابة بمرض القلب. ودراسة أمريكية سابقة قد حذرت من الاكتئاب قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث وجدت دراسة أجرتها جامعة إموروي في أتلانتا أن المصابين بالاكتئاب قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب مما يجعلهم عرضة لخطر الموت المفاجئ. ما أعتقد أن العزلة أو عدم وجود خلينا نقول أصدقاء أو ما يكون أن عدم وجود حياة اجتماعية للشخص يعني حتى يعني يحتاج إحنا نشدد عليه أن في خطر أن يسبب زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب
بالاكتئاب، قد تؤدي حتى للوفاة المبكرة. الإنسان بطبعه اجتماعي، يحب يعيش وسط الجماعات. أنا أدري أن كل ما الإنسان يكبر في السن يعني يستوي نشاطه أقل، نشاطات الاجتماعية أقل، لكن مثل ما تقول الدراسة حتى لو ما يكون عنده مثلا عمل، احنا دائما بالعادة الأشخاص اللي نشوفهم بشكل مستمر ودائما خلال العمل أو الدراسة، خارج العمل أو الدراسة خصوصا مع الحين وسائل التواصل موجودة تلاقون كل واحد روحه، لكن لازم يكون لنا حياة اجتماعية. خليكم عندكم دائما أصدقاء، خليكم عندكم نشاطات اجتماعية. أنا دائما أشجع التطوع، التطوع بحد ذاته عبارة عن نشاط اجتماعي، في وايد دراسات طلعت على التطوع أنه يحسن من صحة القلب. ليش؟ أول شيء عبارة عن نشاط، رقم اثنين مستوى الرضا اللي يكون عند الشخص عند التطوع يكون جدا عالي، أكثر حتى ممكن يكون من نسبة الرضا اللي تكون عند الشخص لما يشتغل. ليش؟ لأن التطوع أول شيء مو بإلزامي، يعني أنا ما أكون مجبورة مثلا مثل الدوام مثلا أسير من هالوقت لهالوقت، ما حد يلزمني بشيء، لكن أنا أعطي من نفسي ويكون دائما المردود من التطوع جدا يكون جميل. مثلا أسعد عوائل فقيرة، أسعد أطفال، أساعد في نظافة المجتمع، هذه كلها مردودها إيجابي على نفسيتنا. ففي وايد درس طلعت على موضوع التطوع، وأنا أشجع التطوع جدا. الناس اللي تحس عمرها ما عندها حياة اجتماعية نشطة، خلينا نقول خل تحرص أن تحيط نفسها أشخاص أصدقاء داعمين دائما معهم ويحرصون على التطوع. وما شاء الله بلادنا يعني خلينا نقول منافذ التطوع عندنا كثيرة وعديدة، بس واحد يسوي تتواصلون مع أي جمعية، مع أي جمعية خيرية تتواصلون، تسوون بحث في الإنترنت بتلاقون منافذ التطوع أو طرق التطوع عندنا جدا كبيرة. وكفاية حملات التطوع، يعني مثلا حملات مثلا رمضان أمان اللي تسوى كل سنة، هي حملة تطوعية جميلة جدا جدا جدا. وأنا عن نفسي أحرص أنا وعيالي كل سنة نشارك في حملة رمضان أمان، أودع عيالي وخليهم يسوون ويعبون ويسوون الوجبات للصائمين اللي يكونوا عند الإشارات، لأنه جدا يساعد أن نعزز في عيالنا حتى مفهوم التطوع. لا نقول صغار، حتى نزرع في عيالنا من الصغر مفهوم التطوع، مفهوم جدا جميل ويساعدكم على الحصول على حياة أفضل. وفي دراسة ثانية بما نتكلم عن الدراسة اللي تأثر على الصحة النفسية، في دراسة سوت من زمان أتوقع في هارفارد، الناس اللي يصابون عندهم زيادة خطر إصابة مرض الزهايمر، اكتشفوا أن الناس اللي عندهم حياة اجتماعية نشطة، عندهم أصدقاء يكلمون أصدقاء كل يوم، يتلاقون مع أصدقائهم، عندهم خطر الإصابة بالزهايمر أقل بكثير من الناس اللي ما عندهم حياة اجتماعية نشطة. لا نتحجج ونقول والله هي كل حد مشغول في حياته، وسائل التواصل ما خلت حد. أحيانا قد نحتاج نحن نكون مبادرين، أنا أرفع سماعة التليفون على فلانة وأقول يلا خلينا نسير، خلينا نطلع، خلينا نتمشى، عشان أحافظ على صحة نفسية أفضل، وبالتالي تكون صحتي الجسدية أفضل. وهو هذا الهدف في النهاية، الهدف أن احنا دائما نصل لأكبر عمر ممكن بأفضل صحة ممكنة، وهذا هدفنا جميعا. فمن الخبر راح نروح إلى وسائل التواصل. أسماء موجودة، تأخرنا طولنا على أسماء اليوم. طبعا أسماء الجناحي راح هي مسؤولة السوشيال ميديا في الصحة بدبي، بتخبرنا عن جديد السوشيال ميديا. صباحك وردي أسماء. صباحكم الله بالنور سمو دكتور، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو جديد السوشيال ميديا يا أسماء؟ شو في أخبار جديدة؟ أول شيء من تكملة على الخبر كنت تقولين دكتورة والكلام كنت تقولين، فعلا يعني جزء كبير يعني حياتنا مليئة بالتوتر، ما في إنسان ما في جزء من حياته اليومية أن فيها توتر. وأهم من أهم الأشياء توطيد العلاقات الصحية، صح. يعني مو بس في قنوات التواصل الاجتماعي، صح لأن احنا نحب قنوات التواصل الاجتماعي وهذا شغلي، لكن أيضا الأشخاص اللي يشتغلون في يعني أو يديرون قنوات التواصل الاجتماعي يحتاجون إلى أنهم يعني إنترنت يقولون يشوفون أشخاص يتواصلون معهم. الحياة مو كلها أونلاين، يعني ندخل شيء نطلع أوفلاين، نبند الأجهزة، لأن وجودنا 24 ساعة أونلاين يزيد من أصلاً حدة التوتر. حتى لو ما في شيء، واحد ساعات يكون متوتر بس ما يعرف إيش متوتر، صح. فالتوازن وايد مهم بين كل الأشياء من ناحية التغذية الصحية. فأنا قد بستغل هذا، نتكلم عن نشرة كنا حاطينها قنوات التواصل الاجتماعي وهي نصائح للتخلص من التوتر، وهي الإكثار من شرب الماء، تنظيم الحياة اليومية، تناول الغذاء الصحي، الرياضة، ممارسة الهوايات، وأخص كافي من النوم، والعلاقات الصحية، العلاقات اللي ما فيها على قولتهم لوك 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 وايد ما في لوك لوك سلبي وايد
نعم يعني نحاول شوي شوي. يعني أحيانا الأشخاص يحتاج يعني يروحون للعدلة لأنه يبون يتفادون هاي العلاقات، لكن الأفضل نحن ما نتفادى وما نهرب، صح، نواجه الأشياء وأيضا نعزز العلاقات الصحية في حياتنا. ما نقدر نتجنب كل الناس لأنه هذا شيء غير صحي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نأكد عليها في قناة التواصل الاجتماعي إن هي ليه هي خدمة التطعيم الإنفلونزا، ممكن الحصول عليه من مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال الحجز، إما عن طريق تطبيق هيئة الصحة بالبي أو من خلال مركز الأطفال 8342، ممكن أنهم يحجزون موعدهم ويأخذون تطعيمهم في ويختارون المركز اللي قريب من مواقع سكنهم أو مواقع عملهم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها أيضا تطعيم كوفيد 19. بعض الأشخاص يسألون عن البوستر أو الجرعة الداعمة. الجرعة الداعمة هي لفئات معينة، منهم الأشخاص اللي 50 سنة، بين 50 و 59 سنة اللي عندهم أمراض مزمنة، أو 60 سنة فما فوق حتى لو ما عنده أمراض مزمنة. فهذول الفئتين هم اللي يقدرون يروحون من خلال مركز الاتصال 8342 لحجز موعدهم. نحن دائما ننصحهم باستشارة طبيبهم اللي يعالجهم من الأمراض المزمنة قبل ما أنهم يأخذوا الموعد. هذا بالنسبة للجرعة الداعمة. نتمنى يعني هالأشياء كانت تصل من قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. وعساك دائما بصحة وسعادة إن شاء الله يا أسماء. شكرا يا حبيبتي، نهارك سعيد. شكرا. قبل ما اطلع الفاصل، اخونا عبد الرحمن الحصاي ما شاء الله هو متابع مستمر لاذاعه نور دبي، وقبل كان دائما يتواصل صحه وسعاده، فيقول عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم، اتمنى لكم يوم سعيد، واتمنى لك اخوي عبد الرحمن يوم اسعد ان شاء الله، ونشكرك على متابعتك برنامج صحه وسعاده، ودائما نسعد برسائلكم. ونذكركم ارقام التواصل قبل اطلع الفاصل 6005514414 ورسائل النصيه على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل عن فقرات برنامج صحة وسعادة، اليوم عندنا فقرة التغذية. فقرة التغذية بتكلم عن الشاي الأخضر وفوائده واستخداماته المتعددة، ولازم طبعا نسأل السؤال الذهبي، هل فعلا الشاي الأخضر يضعف؟ هل ممكن ناكل مثل ما نقول إحنا الخضر واليابس ونشرب كاس شاي أخضر ونأمل للأفضل، أن الشاي الأخضر راح يحرق كل شيء ويمنع امتصاص الدهون ويحرق الدهون الموجودة ويخلينا أضعف ويمكن يخلينا أطول بعد؟ ما أدري، من كثر ما الناس ترمس عن الشاي الأخضر، من كثر ما السوشيال ميديا يعني تعطي هالشاي الأخضر، يعني الكلام اللي ينقال عنه تحسون هو بيسويكم كل شيء، فقط تجلسون تشربون قلص شاي أخضر. فبتكون معنا سهى نوفل اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة سهى. صباح النور والسرور، صباحك أحلى حبيبتي. الشاي الأخضر الحين هذا هل يخلينا أضعف وأطول وأجمل، ويمكن شعرنا أحلى ويمكن أظافرنا تسوي أفضل بعد؟ ما أدري، من كذا ما يقول عن الشاي الأخضر. أهم شيء أطول. أطول. ترى تسمعيني قال تقولي خلاص هو هذا المركب السحري، كوب واحد وخلاص تاكلين اللي تبينه والشاي الأخضر بيسوي كل شيء. بس قبل ما نتكلم هل هو فعلا يضعف أو لا، هل الشاي الأخضر يعني شو فوائده بشكل عام؟ هو فعليا الشاي الأخضر من المشروبات الشائعة حاليا، والناس بتكون مبسوطة وهي تشرب الشاي الأخضر. ولو حكينا عن الفوائد اللي فعلا موجودة، الشاي الأخضر فعلا يحتوي على العديد من الفوائد بسبب المركبات اللي موجودة فيه. يعني التركيب الموجود في الشاي الأخضر هو اللي أعطاه هذه القيمة وهذه الفوائد. الشاي الأخضر فيه مجموعة من فيتامين ب، حمض الفوليك، منغنيز، بوتاسيوم، مغنيسيوم، في نسبة من مضادات الأكسدة. هاي جميعها أعطت الشاي الأخضر الفائدة اللي موجودة والناس كلها بتسمع فيها. فهل هو فعلا مفيد للجلد؟ نعم هو مفيد للجلد ومفيد للبشرة، لأن مضادات الأكسدة اللي موجودة فيه ومادة التانين هاي بتعمل على قبض الأوعية الموجودة وتقليص الأوعية اللي تحت الجلد، وبالتالي بتقلل من التجاعيد، بيزيد من إنتاج الكولاجين. من فوائده أيضا بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة بيقلل من الإصابة في بعض الأمراض مثل السرطانات. أيضا هو بيعزز من صحة الجهاز الهضمي، بيرطب الجسم، بيحسن من صحة الفم والأسنان، وبيقلل من تعرض اللثة خاصة للالتهابات ونمو البكتيريا.
بسبب هذه المكونات أعطت قيمة للشاي الأخضر وأعطته العديد من الفوائد الصحية لجسمنا وفضلته على بعض المشاريب الأخرى اللي منتشرة بين الناس. ممتاز. شو الطريقة الصحيحة لتحضير الشاي الأخضر؟ في ناس تقول لازم تغلين الماء وتحطينه في كوب بعدين تحطين فيه الشاي الأخضر، أو في ناس تقول لا تغلين الشاي الأخضر مع الماء، فشو الطريقة عشان نستفيد منه ومثل ما نقول ما ندمر الفوائد الصحية الموجودة فيه؟ الشاي الأخضر مثل كل الأعشاب، الأعشاب بشكل عام والمشروبات هذه لا تغلى مع الماء، عشان إذا بدك أنت تأخذ الفائدة المرجوة فيها المفروض المي ينغلى، على ينغلى المي لوحده بس يغلى المي أنت بتحطي الشاي طبعا من غير ما تولي عليه الحرارة، من غير ما تغليه كمان مرة، وتتركيه لفترة 10 دقائق مثلا ثم بتتناوليه. هلأ الأفضل عشان أنت تحصلي فعلا على الفوائد هاي اللي احنا حكيناها وغيرها وغيرها من الشاي الأخضر، تستخدمي أوراق الشاي الأخضر أفضل من الأكياس. إذا حصلتي طازج يمكن صعب، إحنا هون عندنا زواجب طازج ممكن، أو الأوراق المجففة، خذ الأوراق حتى حتشوفي طعمها يختلف عن طعم الأكياس، طعمها بيكون شوي أقوى، ممكن تضيفي عليها نعنع، ممكن تضيفي عليها ريحان بعد ما تخلطي عشان تشربي، لكن لا يتعرض للغليان الشاي الأخضر حتى ما يفقد قيمته الغذائية اللي أنت بدك إياها. خليه مغطى كمان بعد ما تغليه مش يكون مكشف، عشان الزيوت العطرية هاي لما ينحط وتشوفي هذا التبخر المي البخار بيطلع، لا احنا هذا بنية ظل داخلي يعني يرجع لجوه عشان الزيوت العطرية الموجودة فيه برضه والفوائد تظلها موجودة في هذا الكوب اللي انا راح اتناوله. ممتاز. حين الشاي الأخضر طبعا أستاذة سهى وايد تكلموا وايد عن فوائده، فوائده المرتبطة بالوقاية من نزلات البرد وتعزيز المناعة والذاكرة وانقاص الوزن. نبتدي بنزلات البرد، هل شرب الشاي الأخضر يساعد في تعزيز مناعتنا والتالي حمايتنا من الإصابة من نزلات البرد، أو خلينا نقول تخفيف حتى من أعراض الإصابة بنزلات البرد؟ بالتأكيد بالتأكيد هو يساعد، كونه يحتوي على مضادات أكسدة فهو يساعد في رفع كفاءة الجهاز المناعي في جسمي. ارتفع كفاءة الجهاز المناعي يبقى هو قلل من احتمالية إني أنصاب ببعض نزلات البرد أو قصر مدتها. يعني في دراسات طلعت حكت اللي الناس بتناول الشاي الأخضر بانتظام ممكن تقل احتمالية إصابتهم بالنزلات البرد والإنفلونزا بنسبة 23%، أو ممكن المدة نفسها تقل بنسبة 36% عن المعتاد إذا كان أسبوع بتصير مثلا 5 أيام أو 4 أيام، وهذا كله طبعا بسبب الشاي الأخضر وبسبب لأنه رفع عندي من الجهاز المناعي، فارتفع عندي الجهاز المناعي اتعزز عندي الجهاز المناعي، صرت عندي المقاومة لنزلات البرد وللإنفلونزا خاصة في هذا الموسم اللي احنا قاعدين بتغير من فصل لفصل والطقس أحيانا ترتفع الحرارة أحيانا تنزل، ففرصة أن الواحد فعلا يتناول حتى يعزز من جهاز المناعي. ممتاز. بخصوص دور الشاي الأخضر في تحسين الذاكرة، هل فعلا يعني هل تنصحين الواحد يأخذ الشاي الأخضر من الحين عشان يعني تكون عندنا ذاكرة أفضل لما نكبر، ولا شو يعني كيف ممكن الشاي الأخضر يأثر في الذاكرة؟ نعم، بدك تتناولي طبعا من البداية، مش هو هو مش علاج سحري زي ما الناس بتفكر اني انا حتناوله هذا الشهر خلص وصرت اتذكر كل شيء، لا هو بده يكون استمرارية في الموضوع. تأثيره على الذاكرة وتعزيز نشاط الدماغ والعملية التذكير تحسين الذاكرة هاي كلها من منطلق انه بيساعد على ارتخاء العضلات والشعور بالهدوء، فهاي العملية ويوسع عندي ضخ الدم بشكل بيوسع الأوعية الدموية وبالتالي ضخ الدم عندي بالذات للدماغ، هاي كلها اللي ساعدته وخلته من المواد الغذائية اللي فعلا بتعزز عندي الذاكرة. احتوائه على أحماض أمينية بسيطة، احتوائه برضو نرجع نحكي عن مضادات الأكسدة على مركبات الكاتشين اسمها، كلها هاي من الأشياء اللي فعليا بتعزز عندي تحسن عندي نشاط الدماغ وبالتالي تزيد من تحسين الذاكرة. ممتاز. الحين السؤال الذهبي القيمة 1000 درهم، هل يخلينا فعلا ينزل وزننا ويحرق الدهون ويمنع امتصاص الدهون؟ وفي حد يسأل هل مفيد للمخ الأعصاب؟ بنجاوب عن المخ الأعصاب، بس أول شيء السؤال الذهبي الكل يترى جوابه، هل فعلا ينقص الوزن ويساعد على حرق الدهون؟ الذهبي أنت سألتي بس سألتي لي بالأول حكيتي أنا أخذ الشارد والوارد وبعدين أحكي هذا شيء أخضر، حرام يعني أنت ظلمت الشيء نظلم الشاي الأخضر وين نحط عليه شيء تنشر يعني أن أنت سوي كل الشغل عنا، لا رياضة ولا بس أنت سوي كل الشغل مثل الناس اللي بتاخذ مهبة ودب على السفرة من فاست فود وأشياء بعدين بتشرب بالفيدايت،
يعني هي نفس الفكرة، أنا لو أخذ كل هاي المواد الغذائية وما أنتبه على كمياتي اللي أنا بتناولها بعدين أشرب شيء أخضر عشان أضعف، ما حيعطيني النتائج اللي أنا بدي إياها. صح. مضبوط. الشاي الأخضر من أهم من إحدى فوائده إنه هو عندي بناء بيساعد على زيادة عمليات الأيض، يعني يرفع من عمليات الأيض وعمليات الهضم والتمثيل الغذائي بالجسم. وبعدين المواد الأسفل موجودة فيه كمان بتساعد في تنظيم الهرمونات، بتساعد بزيادة حساسية الجسم للأنسولين، يعني بنظم بالتالي مستوى السكر في الجسم. إذا هو بيساعد، مدام ساعدني في تحسين الهرمونات، نظم لي السكر، نظم لي الدهون في الجسم، إذا هذا كله ممكن ينعكس على الوزن، لكن بشرط أني أنا كمان أنتبه شو اللي عم بتناوله. صحيح. ما بتناول وجبة فيها، الوجبة الواحدة تكون فيها 2000 سعر حراري ودهون معقدة وكله أشياء مقلية، بعدين رح تيجي هات كاسة شاي أخضر، هاي رح تضاعفني، وإذا ما ضعفت بصير ألوم الشاي الأخضر. لا، أنا أنتبه على إيش بتناول وأخذه كمعزز ومدعم إلي في نزول الوزن. صح. ما حيطولني ترى. أكيد. ما حيطول. هل يمكن جاوبتي استاذة سوء عن الموضوع إن هو مفيد للمخ والأعصاب لما قلت على الذاكرة، بس على السريع نجاوب، هل هو مفيد للمخ والأعصاب الشاي الأخضر؟ نعم، زي ما حكينا هو بما إنه عم بيعطيك بيساعد على الاسترخاء وبيحفز على الهدوء، يبقى أنا عندي صار عندي الدماغ صار قادر على إنه يستوعب أشياء أكثر، قادر على إنه يتنشط في الأمور اللي أنا بدي إياها يتنشطها. مضادات الأكسدة زي ما حكينا الموجودة فيه والأحماض الأمينية هاي كلياتها أيضا بتعزز عندي من الذاكرة، بوجود المغنيسيوم، وجود الزنك أيضا، كلها هاي بتفيد من تدفق الدم في الأوردة الدموية من الجسم وبالتالي وصولها إلى الدماغ وتعزيز الذاكرة عندي. ممتاز. أنا شاكر لك أستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك اليوم معنا بخصوص فوائد الشاي الأخضر. شكرا لك ونهارك سعيد. ونهاركم أسعد حبيبي. شكرا. فجاوبنا على السؤال الذهبي الكل ترى جواب، أعتقد ما قلت شاي أخضر اليوم، كل يسأل هل فعلا يحرق الدهون أو لا، يعني قد يساعد في الهضم مثل ما قالت أستاذة سهى، شوي يساعدكم في الهضم، شوي يساعد، يعني شيء بسيط لكن ما رح يسوي الشغل عنا، يعني فلا نلوم الشاي الأخضر لو ما نزل وزننا أو ما استوينا أطول أو ما لخص الشاي الأخضر. لكن أنا أشجع على شرب الشاي الأخضر يعني مثل ما قالت غني بمضادات الأكسدة، يعني يجب أن ننظر نحن ما بعد مسألة بس فقدان الوزن، لكن مضادات الأكسدة مهمة جدا. ليش؟ لأنها تقاوم المواد التي قد تسبب خطر الإصابة بالسرطان، فمضادات الأكسدة جدا مهمة. مثل ما قالت أستاذة سهى لازم ما نغلي الشاي الأخضر، لازم نغلي ماء نحطه في كوب نتريه يعني 10 دقائق وبعدين نحط في الشاي الأخضر ونشربه، وكل شيء بالاعتدال إن شاء الله نستفيد منه، ممكن حتى نحليه بالعسل عشان نستفيد أكثر من فوائد مضادات الأكسدة بدل ما نحليه بالسكر أو اللي يحبون يشربوه من غير سكر أكيد بيكون أفضل. بس يجب نركز على الفوائد الحقيقية للشاي الأخضر، ومنها مثل ما قالت استرخاء العضلات، تخفيف يعني يقلل خطر إصابة بنزلات البرد أو يخف علينا الأعراض، وأيضا غنى بمضادات الأكسدة اللي قد تخفف من خطر إصابة بالسرطان. رح نطلع إن شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما قلنا من ضمن فقرات البرنامج اليوم أنه يصادف اليوم 8 نوفمبر اليوم العالمي للأشعة التداخلية، وهو حدث سنوي يهدف إلى بناء وعي أكبر بالقيمة التي يساهم فيها علم الأشعة في توفير رعاية صحية آمنة للمرضى ورفع توعية المجتمع بالدور الحيوي الذي يلعبه اختصاصيو وتقنيو الأشعة في منظومة الرعاية الصحية. بنتكلم عن هالموضوع، يسرنا يكون معنا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة العنود محمد البستكي رئيس قسم الأشعة التداخلية بمستشفى راشد. صباحك ورد دكتورة عنود. صباح النور والسرور هالأختي ندى، صباح الخير. هلا فيك، صحة وسعادة. أول شيء نتكلم عن لو نفسر للمستمعين شو معنى أشعة تداخلية وشو أهمية الأشعة التداخلية في الرعاية الصحية.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ابتدي اول شيء احب اشكركم على استضافتي اليوم، وبمناسبه هذا اليوم المميز عندي احب اهني واشكر زملائي فنيين واختصاصيي الاشعه والفيزيائيين الطبيين وجميع العاملين في هذا المجال على جهودهم وتفانيهم المستمر والمثمر في تقديم افضل الخدمات في مجال الرعايه الصحيه وخدمه هذا المجتمع، خدمة هذا الوطن الغالي، الوطن المعطاء اللي نحمد الله عليه. طبعا بمناسبة موضوعنا اليوم هو الاحتفال السنوي العالمي لتخصص الأشعة. طبعا نتكلم عن التصوير الطبي، هو أحدث التخصصات إثارة وتقدم ونقدم في هذا المجال في الرعاية الصحية أنشطة كبيرة. طبعا هذه التخصصات اللي في التصوير الطبي عندنا الأشعة السينية، يمكن أنتم سامعين عنها أو كثير من الناس تسمع عن الأشعة السينية، تصوير بالرنين المغناطيسي، الموجات فوق السلطية، والعديد من تقنيات التصوير الطبي الأخرى. طبعا الغرض الدقيق من هذه الخدمات وقيمتها غير مفهومين على نطاق واسع من المجتمعات، عشان شيء هدف هذا الاحتمال توعية المجتمع لتوصيل هذه الفكرة عن هذا المجال الطبي. كل سنة الجمعية الأوروبية تقرر تختار موضوع أساسي تروج له من أنشطة الإشعاع الطبي، والسنة موضوع احتفالنا بيكون عن الأشعة التداخلية. شو هي الأشعة التداخلية؟ مثل ما تفضلت أختي وسألتيني، هو علم من علوم الأشعة التشخيصية، هو خليط من جراحة الأوعية الدموية وتطبيقات مهارات الأشعة التشخيصية. يعني بمعنى آخر هو تخصص يجمع بين الجراحات العامة مع أحدث تقنيات التصوير الطبي. يعتمد تخصص الأشعة الداخلية على استخدام تقنية التصوير بالأشعة السينية أو أشعة إكس اللي إحنا نسميها أشعة إكس، مع استخدام الصبغة الوريدية الملونة، وهي تعتبر علاج بالحد الأدنى من التدخلات مقارنة بالجراحة المفتوحة وجراحة المناظير. يعني خلينا نقول يمكن أن يعني أخصائي الأشعة يمكن يوصل أو يقدر يوصل لجذر المشكلة الطبية من خلال الأوعية الدموية عن طريق إجراء ثقب صغير فقط في الجلد، وبالتالي تطبيق علاجات دقيقة جدا. ممتاز. طبعا احنا نوفر خدمات وايد يعني في قسمنا في مستشفى راشد. جميل. دكتور عنود، شو بما ذكرنا عن خدمات مستشفى راشد، نعطي فكرة عن قسم الأشعة التداخلية في مستشفى راشد، شو الخدمات اللي يقدمها القسم؟ طبعا خليني أتكلم عن قسم الأشعة الداخلية في مستشفى راشد. أول شيء هو تم تدشينه طبعا بعد أعمال التوسعة والتطوير في الرابع من أكتوبر سنة 2020 العام الماضي. تم تطوير القسم ليستمر في تقديم خدماته كونه أول مركز لقسطرة الشرايين الفرعية والشريان الأبهر، وأول مركز لعلاج الجلطات الدماغية عن طريق القسطرة على مستوى الدولة والحمد لله. ويعتبر قسم الأشعة التداخلية قسم داعم ومعزز لإمكانيات مركز الحوادث والإصابات ومختلف التخصصات في مستشفى راشد. طبعا الخدمات اللي نوفرها هو في قسم أشعة تداخلية في مستشفى راشد، أيضا عندنا حتى في مستشفى دبي، أنا ما بتكلم بس عن مستشفى راشد، هنتكلم عن صحة دبي بشكل عام. عندنا تصوير الأوعية الدموية للبحث عن التشوهات، قسطرة البالون والدعامات لفتح الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة، عندنا أيضا إصلاح تمدد الأوعية الدموية، علاج بعض الأمراض العصبية مثل الجلطات الدماغية، وهذا شيء وارد عندنا جدا، والسكتة القلبية بعيد الشر، وتضيق الشريان السباتي، وايضا طبعا وضع القسطرة غسيل الكلى والقنوات الصفراوية، وكثير من الخدمات العلاجية اللي تتطلب تدخل اقل وبديل للعمليات الجراحية المفتوحة. ممتاز. طبعا قسم الأشعة او الأشعة الداخلية دائما يشهد تطورات، فشو هي اخر تطورات اللي شهدها قسم الأشعة الداخلية في مستشفى راشد، او خلينا نقول في هيئة الصحة؟
في مشروع التوسعة اللي تكلمت عنه الحديث اللي استوى عنه، تم تزويد القسم في مستشفى راشد بأحدث التقنيات والحلول الذكية لتمكينه من لمساعدة القائمين حتى عليه من الطاقم الطبي من تقديم مستويات أفضل لعلاج المرضى. فتم تزويدنا مؤخرا بجهاز قسطرة ثنائي المحور، ويعتبر هذا الجهاز الأحدث عالميا والأعلى دقة، حيث أنه يساعد على التقليل من الوقت المستهلك في القسطرة، ويقلل من كمية استخدام جرعة المادة الملونة اللي نستخدمها في التصوير، وبغرض يعني تصوير عمليات القسطرة. ممتاز، شيء جميل. في رسالة أخيرة حابة توجهينها دكتورة عنود اليوم في اليوم العالمي للأشعة التداخلية، أو ممكن رسالة توجهين البنات اللي ما مثلا ما هي على بالهم يتخصصون في الأشعة، لو تقولين قبل رسالة أخيرة أن تجعين البنات أو الشباب أنهم يدخلون تخصص الأشعة، شو رسالة توجهين لهم؟ طبعا أنا خلوني أتكلم كأول شيء كأنثى في هذا المجال، هذا شيء جميل، امرأة في هذا المجال ومواطنة. أبغي أشجع البنات على تخصص الأشعة، لأن أنا هذا تخصص يمكن حبيته لأنه وايد متعمق في مجال الطب، يعني هو من أهم التخصصات الطبية، ويعني خلوني أقولكم كأنكم أنتوا عيون الناس. سبحان الله، يعني تحسين انك انت تشوفين وتعرفين كل شيء في جسم الانسان. تخصص جميل، تخصص ممتع وواسع، مجال واسع جدا. واشجع البنات وشباب بشكل عام ان يدرسون هذا التخصص، لانه في مجال للتطور كبير في هذا التخصص. وشيء دراسته سهلة إذا حابين تدرسون، يعني مو شيء صعب إن شاء الله عليكم. وطبعا احنا محتاجين مواطنين في هذا المجال وفي كل المجالات طبعا في خدمة المجتمع، لكن يعني شو أقول، أنا هذا تخصصي وايد أفتخر فيه. ممتاز. شو الصعوبات اللي تواجهينها؟ شو الصعوبات تواجهينها أنت كأخصائية أشعة؟ شو الصعوبات تواجهك واللي قد تخلي بعض البنات أو الشباب يقول لا ما بندخل التخصص هذا؟ أتوقع الشيء الأكبر خوفهم دائما من الأشعة، يقول كتعرض للأشعة بشكل مستمر. الخوف، هي مثل ما قلتي، الخوف عشان شيء، هذا الهدف من التوعية اللي احنا نسويها كل سنة. الخوف هذا، الفكرة أو المعلومات الخاطئة اللي الناس ما خدتنها عن الأشعة. كل الإشعة موجود حوالينا في حياتنا في كل مكان. موجات الراديو تعتبر نوع من أنواع الإشعة، لكن الأضرار تختلف على حسب الموجات. طبعا كل ما يدرسون في هذا التخصص بيفهمون أكثر. موجات الميكروويف تعتبر هذه أشعة، نوع من أنواع الإشعة. الموجات الصادرة حتى من التلفون، هذا نوع من أنواع الإشعة. لكن في أنواع مختلفة نستخدمها حتى في المجال الطبي، طبعا تأثيرها يختلف على جسم الإنسان، في موجات معينة، موجات غير معينة. فهاي الفكرة ما دائما واصلة، يعني تكون واصلة للمجتمع بطريقة خاطئة. فهذا واحد من أسباب الخوف أو التردد عند اللي حابين يدخلون هذا المجال أو يتعمقون فيه أو يتخصصون فيه. فإحنا هدفنا أن نقدم هذا الوعي، أن هذا الأشعة مش بس ضارة، بالعكس استخداماتها في خدمة الإنسانية أكثر عن ضررها، يعني مثل ما الناس ماخذ فكرة عن هذا الشيء مفهوم خاطئ. يعني يعني أظن هذه أسباب التردد في هذا المجال. لكن أنا يعني كفنية أشعة أو أخصائية أشعة في هذا المجال، الحمد لله ما واجهت أي مشكلة، بالعكس في دعم كبير من مجتمعنا، من دولتنا، من حتى عائلتي. أنا كان في عندي دعم كبير الحمد لله أني أنا أستمر في هذا المجال، على برغم من خوفهم من هذا الشيء، لكن يوم وصلت لهم المعلومة الصحيحة عرفوا أن هذا دور نبيل في المجتمع. ممتاز ممتاز. فهذه رسالة من الدكتورة العنود محمد البستكي، رئيس قسم الأشعة التداخلية في مستشفى راشد، إنه لأي شخص، حتى وصلتنا حين رسالة، السلام عليكم، هل تنصحون الشباب دراسة الأشعة والدخول في المجال وهل في طلب؟ قال الدكتورة عنود
في طلب أكيد على المجال لأن أصلاً يدخلون فيه مو وايدين مثل ما قالت بسبب بعض الأفكار الخاطئة الموجودة، لكن هو التخصص جداً مطلوب. يعني دكتور علود لما شرحت خدمات الأشعة التداخلية وخدمات الأشعة بشكل عام ترى تمشي بتقول جنباً إلى جنب مع تشخيص الطبيب. إحنا وايد من التشخيصات ما نقدر نسويها من غير تدخل الأشعة، نحتاج إلى الأشعة عشان إحنا نوصل إلى التشخيص الصحيح. فلا يعني لا نحس أنه شيء بسيط أو يعني قد لا يكون تخصص مهم، هو متخصص جدا مهم وجدا مطلوب مثل ما قالت الدكتورة العنود. دكتورة عنود، كلمة أخيرة حابة توجينها لمستمعينا في نهاية لقائنا الممتع اليوم. طبعا أول شيء لازم أرد وأذكركم عن أهمية هذا التخصص، وأحب أشجع جميع اللي مثلاً متحمسين أو عندهم فضول إنهم يعرفون عن هذا التخصص، اقروا عنه وثقفوا أنفسكم في هذا المجال، لأن إحنا مش يعني إحنا ما طبعاً أكيد تطبيقات الأشعة في معايير إحنا نمشي عليها، في طرق وقاية طبعاً نستخدمها، ما نستخدم أي شيء بدون أي رقابة أو بدون أي معايير إحنا نتقيد فيها، فأكيد في طرق حماية ووقاية للعاملين في هذا المجال وللمرضى أيضا. فعشان شيء لا تقولون لا تتخصصون في هذا المجتمع، أنا أشجع في هذا قصدي التخصص، بالعكس هذا علم من العلوم اللي إحنا يعني نشجع أن الناس تتعمق فيه، شيء جدا ممتع. وأشكركم على الاستضافة مرة ثانية، وأحب مرة ثانية أهني جميع العاملين في هذا المجال على هذا اليوم، وأشكرهم أيضا على تفانيهم في هذا المجال. شكرا لك دكتورة العنود. محمد البستكي رئيس قسم الأشعة التداخلية بمستشفى راشد، تواجدك معنا اليوم هاللقاء الممتع، ونتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد. نهارك أسعد حبيبتي. شكرا. مثل ما قالت دكتورة العنود، وإحنا في صحة وسعادة كذا مرة مثل ما يقولون سلطنا الضوء على بعض التخصصات الطبية المطلوبة جدا، لكن للأسف الإقبال عليها قد يكون شوي ضعيف مثل ما قالت الدكتورة العنود بسبب بعض المفاهيم الخاطئة، ومنها تخصص الأشعة، تخصص المختبرات، تخصص التمريض. هذه المجالات اللي إحنا نأمل أن عيال البلاد يتخصصون فيها، لأنها تخصصات جدا مطلوبة، تخصصات لا تقل أهمية عن دور الطبيب، عن دور الممرض، عن دور كل فرد في المنظومة الصحية. الطبيب ما يقدر يشتغل في أي منظومة صحية، في أي مؤسسة صحية من غير وجود ممرض أو ممرضة، من غير وجود موظف المختبر، من غير وجود فني الأشعة وأخصائي الأشعة. إحنا ما قدرنا نشتغل من غير وجود هذه كلها معنا، إحنا كنا فريق واحد. فعشان جيت تلاقون دائما وين ما يكون في طبيب لازم في تمريض ولازم في أشعة ولازم في مختبر، يمشون جنبا إلى جنب للوصول لأفضل تشخيص وأفضل علاج. فخلي شجع عيالنا أنهم يدخلون هذه التخصصات اللي رد أقول مطلوبة جدا جدا جدا، لأن أصلا نسبة المواطنين فيها جدا قليلة. فخلينا نشجع عيالنا يدخلوا التخصصات، لأن يعني من اللي نشوفه الحين من يعني الوباء اللي كان في العالم، وإن شاء الله قريب يخلص إن شاء الله وباء كوفيد، نشوف الطلب على التخصصات الطبية تضاعف جدا. جميع التخصصات الطبية كان عليها طلب كبير جدا، فما في مجتمع يمشي من غير الصحة. دائما كل مجتمع سليم يولي اهتمام كبير للصحة، فأي وظيفة لها علاقة بالقطاع الصحي هي وظيفة دائما هناك طلب عليها، دائما هناك حاجة المجتمع لها. فخلنا نشجع عيالنا أنهم يستكشفون الخيارات المختلفة لعندهم للعمل في القطاع الصحي، طبيب، ممرضة، موظف مختبر، أخصائي أشعة، صيدلانية، هذه كلها تخصصات طبية نحن نحتاجها، طبيبة أسنان. نشجع عيالنا يدخلون تخصصات طبية، لأن مهما زاد العلم، مهما تطورنا، سوف يكون هناك دائما حاجة لوجود طبيب، ممرض، أخصائي أشعة، فني مختبر، صيدلاني، دائما راح يكون هناك حاجة للعامل البشري. احنا عندنا دقائق قبل ما نختم البرنامج، بس انا في دراسة بسيطة حابة ان اشاركها معاكم، لان كان في نقاش قبل كم من يوم، واحدة من صديقاتي كانت تقول ان انا احب الخردل جدا، الخردل او المسترد مثل الناس تعرفه، اللي هو يشبه الكاتشب بس لونه اصفر، بس كانت تقول ندى بس
الخردل غني بالسعرات الحرارية، وهذا كلام غير صحيح تماما. وايد من الناس عندهم فكرة خاطئة ان الخردل نفس الكاتشب نفس صوص الشوى الباربيكيو، هذا كلهم فيهم سعرات حرارية كبيرة. المفاجأة ان الخردل ما في سعرات حرارية كبيرة. وغير شيء، هناك فوائد لتناول حبوب الخردل يوميا. في دراسة نشرت أمس تقول لو كنت ترغب بخفض كوليسترول الجسم وتحسين صحة القلب، يقترح عليك علماء تناول ملعقة صغيرة من حبوب الخردل الكاملة يوميا مع وجباتك. حبوب الخردل ترى تنباع في الجمعيات، موجودة على الأرفف بتلاقون مكتوب عليها حبوب الخردل. والمطبخ الهندي يستخدمونه بكميات كبيرة في أكلهم لأن يعطي الأكل طعم لذيذ. حسب موقع فت أنول، إذا كنت شخصا يحب تناول طعامه مع إضافات سواء كانك إضافية للسلطة أو بجانب تناول شريحة لحم مليئة بالبروتين ستيك، يعني يقول العلم أن حبوب الخردل ممكن أن تكون إضافة مناسبة لوجبتك وتحسن مستويات الجلوكوز والكوليسترول مما يمنع في الإصابة بأمراض خطيرة. لفتت دراسة جديدة تم تقديمها في الاتحاد الأوروبي للعلوم وتكنولوجيا الغذاء، ملعقة صغيرة ممتلئة من الحبوب الصغيرة، ممكن الحبوب الصغيرة مثل الخردل لونها شيء أسود صغير، قد يكون صعب تأكلونها كحبوب، لكن خذوا الخردل اللي يكون فيه حبوب. في أنواع من أنواع الخردل، ممكن أنواع الخردل تكون ناعمة مثل الكاتشب، في أنواع الخردل تكون فيها الحبوب نفسها. تناول ملعقة صغيرة ممتلئة منها تساعد في تحقيق مستويات صحية من الجلوكوز والكوليسترول في الدم. سووا دراسة على 51 شخص تناول 10 ملغرام من حبوب الخردل الكاملة يوميا لمدة 12 أسبوع معنا 3 أشهر. شو خلوهم يسوون؟ يتناولون الخردل على بسكويت صغير قبل الخلود إلى النوم. ترى الخردل طعمه جميل، يعني طعمه بلاذع وايد، فكان يحطونه على بسكوتة صغيرة. جاءت النتائج المفاجأة، 86% من المشاركين في الدراسة انخفض لديهم مستوى الجلوكوز والكوليسترول أو الكوليسترول، في بعض الحالات كليهما، بعضهم نزل الكوليسترول بعضهم نزل الجلوكوز وبعضهم الاثنين نزلوا. وقالت أخصائية التغذية مسجلة في مؤسسة صحة الجميع أن بذور الخردل تم استخدامها كغذاء ودواء لعدة قرون، مضيفة أن بذور وأوراق الخردل مرتبطة بفوائد صحية تتراوح بين تقليل الالتهاب والحماية من العدوى وتقليل مستويات السكر في الدم. ملعقة واحدة من الخردل، الملعقة الواحدة تحتوي على كم سعرة حرارية؟ تقريبا 36 سعرة حرارية فقط. مقارنة بالكاتشب، نفس الملعقة تحتوي على كم؟ 110 سعرة حرارية. صوص الباربيكيو وصوص الشواء، هاي طعم الشواء، نفس السعرات فيه. ليش؟ لأن هذا اللي يحتوون على كمية عالية من السكر. الكاتشب وصوص الشواء أو الباربيكيو يسمونه لونه بني، يحتوي على نسبة عالية جدا من السكر. الخردل ما في نسبة السكر هذه. فنشوف إنه إذا أنتم من الناس اللي تحبون تحطون إضافات جنب الأكل، استعيضوا عن الكاتشب بالخردل. الخردل جدا لذيذ، يعطي طعم أفضل للأكل، وفي نفس الوقت سعرات الحرارية أقل، وفي نفس الوقت أفضل لصحة القلب إنه يخفض الكوليسترول ويحفظ ويخفض السكر في الجسم والكوليسترول. ف يعني مثل ما يقول، تكون دائما خياراتنا صحية أكثر. والخردل شيء جدا سهل نحصله، كثير من المطاعم بجانب الكاتشب راح تلاقون موجود الخردل، فاستغنوا عن الكاتشب بالخردل. ودائما احنا ننصح ما تستهلكون المنكهات الصناعية، صوص باربيكيو، صوص رانش وغيره وغيره، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة عالية من الملح، وفي بعضهم نسبة عالية من الدهون. احنا وصلنا الى نهاية برنامجنا، برنامج صحة وسعادة اليوم. انا شاكرة في التنسيق كانت معي ميرا المري، وفي الاخراج سعيد المر، وشكرا لفريق الاعداد في هيئة الصحة بدبي اللي يجهزون فقرات وحلقات صحة وسعادة بشكل يومي، جهود جبارة خلف الكواليس، فالف شكر لهم. واليوم كانت محدثتكم دكتورة ندى الملا، ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى ساعة على الهواء. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم، طلعتوا معلومة جديدة. شاركوا المعلومات اللي نقولها في صحة وسعادة مع احبائكم لتعم الفائدة وننعم جميعا بمجتمع اكثر صحة وسعادة. الى ان القاكم ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاثنين، اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.